صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يلزم الإنسان أن يصلي التراويح والقيام عند إمام واحد حتى يحصل له الأجر الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة؟ ما هو بلا لا بس تصلي التراويح مع واحد وتهجد مع آخر، لا مانع من ذلك، ويحصل له الأجر إن شاء الله. نعم.